وهذا سائل يقول: إن في الحرم كل وقت صلاة يصلى على الأموات، وهناك ناس يخرج الواحد منهم من بيته ويقع له حادث سيارة أو يموت بالسكتة القلبية، وبعضهم ينام في فراشه وهو سليم من الأمراض ويتوفى وهو نائم، فالموت يأتي بغتة، فنرجو نصيحة للمسلمين أن يتعظوا من هذا ويتوبوا قبل الموت. لا شك أن في هذه الحوادث وهذه موعظة للناس وتذكير للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تذكروا هادم اللذات الموت، فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة، ولا في كثير إلا قلل. الرسول أوصى بهذا. المسلم يجب عليه أنه يتذكر الموت ويستعد ويتوب إلى الله عز وجل من الذنوب، يكون على أحسن حال حتى إذا جاءه الموت كان على خاتمة طيبة، ولا يمهل أو يتأخر أو ينسى الموت أو يغفل، لأن هذا قد يجره إلى المعاصي والمخالفات، ثم يأتيه الموت على حال سيئة، يكون خاتمته سيئة. نعم.